أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا ومقتدانا سر الوجود أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. آية من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. الغريب أن يصدر هذا الوعد من الله عز وجل، والمفترض بحسب ما نفهم أنه سبحانه وتعالى في أشد درجات الغضب على الإنسان. الإنسان بما هو إنسان، بعيد عن المصادق، أقول بأنه من المفترض وبحسب ما نفهم أو بحسب ما أفهم أن الله عز وجل ننتظر منه عذابا شديدا ينزله على الإنسان، لأنه خلق آدم عليه السلام. وأكرر حتى نبتعد عن جدلية نوع المعصية التي صدرت عن آدم عليه السلام، فنقول بأننا نتحدث عن الإنسان الأول الذي خلقه الله عز وجل. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأسجد له الملائكة، وفي هذه المرحلة أو هذه الحالة أو هذا الموقف بالذات شهد آدم عليه السلام إبليس وهو يرفض أمر الله عز وجل. أقول شهد، وهذه ركزوا عليها. من بعد ذلك يأمر الله عز وجل آدم أن يدخل الجنة. الحين آدم مش شايف قبل شوية بس، شايف الملائكة وهم يسجدون امتثالا لأمر الله، وشايف إبليس وهو يعصي أمر الله عز وجل. رب العالمين يدخل آدم الجنة ويبيحها له من أولها إلى آخرها، إلا هذه الشجرة لا تقرب منها، ويحذره. بعد ما هدى وطلع، لا، قال لترى الشيطان لك عدو فاتخذه عدوا. مو لا تتبع الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. آدم يدخل الجنة شوي، يسولف ويا حواء، يجيهم إبليس يقول لهم ترى الله منعكم عن هذه الشجرة لأنها شجرة ويش؟ الخلد. يقوم يروح ويأكل منها. الحين أنت شايف الملائكة يسجدون، وشايف إبليس يرفض، وخطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى بأن هذه الشجرة لا تقرب منها وإلا كل الجنة. احنا ما شفنا ملائكة ولا شفنا شياطين، أقصد مشاهدة، يعني نعرف بأن هذا كذا وهذا كذا. ما شفنا ملائكة تسجد، ولا شفنا خطاب من الله عز وجل مباشر كما شهده آدم عليه السلام. هو إذا المعصية هكذا بالنسبة لآدم، إحنا وش تصير بالنسبة لنا؟ عادي، ما شفنا شيء خوف. هذا آدم شاف وعصى. القضية فيها بحث مفصل.
المفترض المنتظر أن واحد على هذا المستوى من المعرفة، معرفة شهودية، مو رايح مدرسة دارس بأن هناك الله وهناك ملائكة وهناك، لا لا، شايف القضية كلها، مستوى عالي جدا من المعرفة ويعصي الله عز وجل، وش يسوي فيه رب العالمين؟ واضح بأن ما عندنا خيار غير النار، غير العذاب، لأنه على قدر العقل، على قدر الإدراك، على قدر المعارف، رب العالمين يجي لآدم يقول له شوف كلمات تقولها وتتوب وتستغفر، وش بسوي؟ مو أغفر لك وأسقط هذا الذنب نهائيا، لا، احنا قلنا أن ترى قاعدين نتكلم عن الإنسان مو عن شخص آدم، ها انتبهوا جيدا، راح أعطيك فرصة ثانية أنت يا أيها الإنسان، راح أعطيك فرصة ثانية أن ترجع إلى وين؟ جاوبني لو بهدف، وين ترجع؟ هذه احنا في الدنيا اليوم في هذه الأرض فرصتنا وش هي؟ أن نرجع إلى الجنة التي أخرج الإنسان نفسه منها، مو الله اللي طلعه، بالعكس الله أباح الجنة لهذا الإنسان، أعطى الله عز وجل الإنسان فرصة ثانية ذهبية، وهي الفرصة الوحيدة والأخيرة، رب ارجعون لعلي، وش يقول لي رب العالمين؟ كلا، خلاص انتهى الفرصة، عطيتك إياها وانتهى الموضوع. أهبط الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى هذه الأرض، واختلط العقل بالنكرة كما يعبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، اختلق النور بالشيطنة، نشأ الصراع الحقيقي في هذه الأرض بين النور في القلوب وبين الشهوات، بين الإفراط والتفريط في الملكات النفسانية، في البواعث النفسانية. رب العالمين قال بعد أرحمكم وأرسل فيكم أنبياء أوصياء أئمة يرشدون إلى الحق، اتبعوا هؤلاء ففي اتباعهم النجاة والسلام، تنحرفون عنهم فحقت عليهم كلمة الله كلمة العذاب. هذه هي المعادلة، بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل وختمهم برسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أول يوم من بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله انقلبوا في سقيفة بني ساعدة، أول يوم ما انتظروا حتى يوم ثاني، وخالفوا الوصية وهم يعلمون بالوصية، ولكنها الدنيا، ولكنه النفس، لكنها النفس، قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مو قبل يعني أذهان، وإنما تقبل الأمر الواقع المهم سلامة الدين. قال أفي سلامة من ديني؟ قال له رسول الله نعم، قال أصبر يا رسول الله. صبر أمير المؤمنين حتى جاءت الخلافة الظاهرية واختلقت له ثلاث حروب في 5 سنوات وما كفاهم، جاءه عدو الله ابن ملجم وفي الصلاة، انتبهوا هذه قضية في الصلاة لأن راح نستشهد فيها بعد شوية، في المحراب في المسجد قتله بأي نية؟ بنية ويش ابن ملجم قتل أمير المؤمنين؟ شلون؟ قربة إلى الله، انتبه لها جيداً.
قتله قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ابن ملجم كان يصلي صلاة الليل، حافظ القرآن كان. ترى مو هذا المعيار. على أي حال، جاء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في جيش الإمام الحسن شمر بن ذي الجوشن، من أحد القادة الخوارج. لا تجي اليوم تقول فلان داعش، فلان القاعدة، صنيعة أمريكا. لا، لا يحرفونك. أمريكا تقوي هذه الخطوط، نعم، ولكنها ضاربة في عمق التاريخ. هؤلاء امتداد أصلي وطبيعي لحركة الخوارج. هؤلاء عندما يضربون مشهدا من المشاهد ينتقمون لما جرى عليهم في النهروان. القضية مو جديدة، القضية لها عمق تاريخي 1400 سنة. اقرأوا في أوصاف الخوارج، في أشكالهم، نفس الشيء. لحى طويلة، أثر السجود، الثياب قصيرة، يقومون الليل، يحفظون القرآن، من المتهجدين. هؤلاء هم الخوارج، ولكن قلوبهم غليظة. هكذا هم. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وتعلمون ماذا جرى على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ما سلم معصوم من أيدي الظالمين. ومن أيدي من؟ الآن ترى بدأ موضوعنا. الظالمون نعرفهم، لا يريدون الحق، يحاربون النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ولكن هناك عامل آخر ساهم بشكل مباشر في قتل أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكان سببا مباشرا إلى جانب أسباب أخرى في غيبة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وفيما نعانيه اليوم. ومثل هذا السبب كأيدي الظالمين، كاستمرار أيدي الظالمين في بطشها، هذا السبب الآخر لا زال يستقوي على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هو هذا السبب الآخر؟ هذا هو موضوعنا. أدخل إلى هذا السبب من هذه البوابة. الرسول صلى الله عليه وآله أول ما وصل المدينة المنورة ماذا صنع؟ بنى المسجد، أول إجراء. وكان المسجد نادياً، منتدى علمي، منتدى ثقافي، محل صلاة الجماعة، محل قراءة الدعاء، محل الاجتماعات، محل تداول الأفكار، محل وضع الاستراتيجيات. وين؟ في المسجد. لا تقول في ذاك الوقت ما كان عندهم مراكز ثقافية فكانوا يستعملون المسجد. لا، المسجد أجواء خاصة، المسجد طهارة تعين على سداد الرأي، المسجد محل تطمئن فيه القلوب، تستقر فيه النفوس. المسجد يمكن في الماتم نغتاب، يمكن في الماتم نكذب، ولكن في المسجد الرادع أقوى. المسجد مو للصلاة فقط، المسجد مركز أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. قوة المسلمين كانت من المسجد. متى حدث الانكسار المفصلي؟ عندما انفض المسلمون من خلف مسلم
ابن عقيل. من وين؟ مسجد الكوفة. المسجد يوم هدوا المسجد وش صار؟ صار الانهيار. لما التفوا في المسجد كان البناء. عندما قتلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قتلوه في المسجد. عندنا أيدي الظالمين تبطش، وعندنا مؤمنين موالين متخاذلون عن نصرة أهل البيت. ما أفهم المعادلة. لما تجي تقول أنا شيعي والدليل هذه المواتم متروسة والعزيات ما شاء الله، وأجي إلى صلاة الفجر المسجد ما في 5-6 أنفار، هذا متشيع، هذا مما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مما قتل الإمام الحسن، هذا مما قتل الإمام الحسين، هذا مما تسبب في غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لأن الالتفاف إذا كان التفاف عن عقيدة فيبدأ من وين؟ يبدأ من التوحيد، يبدأ من العبادة، يبدأ من الصلاة. وين الصلاة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي. قيل: يا رسول الله، ومن يهود أمتك؟ قال: من يسمع الأذان ولا يحضر الجماعة. إذا سئلتم عمن لا يحضر الجماعة قولوا: لا نعرفه. هذا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الرحمة، رسول الإنسانية، رسول الرأفة، هم أن يحرق دارا على أهلها. قالوا لي: يا رسول الله، ليش تحرق عليهم الدار؟ قال: هؤلاء يسمعون الأذان ولا يحضرون الجماعة. واحد كفيف البصر ضرير قال له: يا رسول الله، أنا أبحث عن دليل فلا أجد، أنا أبغى أروح المسجد بس ما حصل أحد يوديني. ماذا قال له؟ قال: مد لك حبلاً من بيتك إلى المسجد، خله هو دليل، جود الحبل وامشي يومية ولا تتخلف عن صلاة الجماعة. في هذه القرية المباركة، الآن أقول ليش طارح هذا الموضوع، في هذه القرية المباركة حسب ما أتصور عندنا ثلاث مساجد. أعرف كم اللي يجون صلاة الصبح، سائل وأدري، بس ما بقول، احتراما لهذه الوجوه المؤمنة. هذا العدد اللي موجود في الماتم نبغيهم في صلاة الفجر. إذا تقول أنصار الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننتصر إلى الله عز وجل؟ مساجدنا تبكي، تستصرخ كما كان يستصرخ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مباراة، كثير من الشباب عنده استعداد تام، يقعد ساعة واحدة، ساعة ثنتين، ساعة ثلاث الفجر، الظهر، يمكن يروح المستشفى ياخذ له وش يسمونها هذه؟ مالت الإجازة، لأن المباراة تصير الصبح فلازم يطالعها. طالع مباريات، مو حرام، ما يخالف. صلاة، ادعو إلى مسيرة،
هذا الشارع ينسد من أوله إلى آخره. ادعو إلى أمسية يقرأ فيها دعاء ما تحصل أحد في الماتم، ما تحصل أحد في المسجد. تصوروا مع كامل احترامي، أقدر كل من يتحرك من أجل نصرة المظلوم سياسيا وكذا حقوقيا، أقدرهم قطعا، ولكن هذه المسيرات اللي تطلع، لو هذه المسيرات تطلع إلى صلاة الفجر كل واحد شايل سبحته في إيده ورايح المسجد، وش يصير في الشيطان؟ والله يرتعد، لكن يدري إن حشوة ورفعت قبضة وسوي هالشكل وبيروح البيت ينام، يروح البيت أدى الواجب، خلاص أدى الواجب. أقول هذا الكلام وهذا عنوان من عدة عناوين، لأن هذا الكون الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الإنسان محورا وأسكنه هذه الأرض ومنحه هذه الفرصة حتى يعود مرة أخرى إلى الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه الأرض هي النواة، الإنسان فيها نواة، قرية المرخ نواة، بيتك أنت نواة، نواة كونية. احنا كان ممكن ان الليلة نتكلم عن ما يجري في العراق، ممكن ان نتحدث عن ما يجري على الشيعة في افغانستان وفي باكستان وفي الهند وفي اليمن والى اخره، لكن ما يحدث هناك وما يحدث هنا وما يحدث في كل بقعة على المؤمنين في هذه الارض التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرصة اخرى إلى الجنة، إنما هو بسبب الخلل في مراعاة هذه النواة، النواة في قرية المرخ، النواة في سار، النواة في القرية، النواة في نويدرات. خلونا نهتم بقرآنا، خلونا نبني أنفسنا إيمانيا، خلوا هذا المنبر، منبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأهل الشعر والرواديد والمنشدين يوجهون الناس ثقافيا علميا. يعني شنو افرحوا لفرحنا؟ متى يفرح المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ يفرح إذا تجمعنا في الماتم، أو يفرح إذا قبل لا يقول الله أكبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من لم يصلي الليل فليس منا. مذهبنا صعب مو سهل، يبغى له قلوب، يبغى له نفوس مهيئة لاستقبال الفيض الإلهي عن طريق المعصومين عليهم الصلاة والسلام. إذا اهتمينا بالبناء هنا والقرى الأخرى اهتمت ببنائها وبنت المجتمع هذا الصغير، هذه الثقافة يستوردها الآخرون، تصدر إلى الآخرين، الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام حركته تكون أسرع، لأنه في الواقع أنا آسف الإمام مو منتظر وإنما منتظر، ينتظرنا، ينتظر الحركة منا. إذا تخاذلنا عن إعمار المساجد سوف يظهر الإمام عليه الصلاة والسلام، لكن مو لنا احنا، لنا صغير بنروح له نقول له سيدي احنا نحيي مواليدكم ونطلع نعزيك وشوف صدري احمر رجالي متورمة في العزة واخدم اصب شاي في الماتم واصب ما ادري شنو، قل له اذا ما صبيت شاي الناس بتموت من العطش، اذا ما طبخت في الماتم الناس بتموت من الجوع، الصلاة المسجد وينك عنه، القراءة والعلم وينك عن التدبر في القرآن، وينك عن التدبر في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وينك عن بناء المجتمع الإسلامي، وينك عن دورك في بناء المجتمع، وين الشاي ما يبني ليه دور؟ كلهم خدمة أهل البيت على العين والرأس، بس نتكلم بشكل موضوعي. هذه النواة
إذا ما ضبطناها وإذا ما حولناها إلى نواة ذرية تتفجر بالخيرات. هذا الانتظار. أختم الكلام وتعليقا على كلام جناب السيد العريف وعلى ذكر بعض النصوص من كلام سماحة العلامة السيد الغريفي حفظه الله في قضية الانتظار، أضرب هذا المثل وأختم الكلام. عندك واحد عزيز غايب فترة من الزمن، الأب مثلا والأولاد في البيت اثنين، اتصل قال أنا باكر واصل. واحد من الإخوان قعد في البيت، أبوي بيجي قاعد انتظر، وش اسمه ينتظر له الثاني؟ لا، قام عدل المجلس وبخر المكان وعطره ونظف الأرض وفرش ديك الزولية الجديدة وكوى ثوب والدة وبخرها وعطرها وفرش السرير وراح للمطار ينتظره، قطع هذه المسافة. في فرق بينه وبين أخوه لو ما في فرق؟ الانتظار عمل مو قاعدة. النهاية بالإضافة إلى قضية الصلاة لأن هي المحور، الكلام واجد ممكن نتكلم، لكن إذا ما كنا مساجدنا ما كانت معمورة كل الكلام اللي نقوله مجرد إنشاء لا يثمر. المسألة الأخيرة، في هذه القرية في المرخ تعيشون في نعمة كبيرة جدا، حافظوا عليها. بحسب ما سمعت أن قرية المرخ خالية إن شاء الله من الصراعات بين التيارات والقضايا المرجعية، فلان يقلد فلان وفلان يقلد فلان. احمدوا ربكم ألف مرة أن عندكم هذه النعمة، لا تسمحوا لأحد أن يصدرها أو أن يستوردها، حافظوا على هذا التماسك. هذا أمر جدا رائع، ما عندنا فرق لا بين مراجع ولا بين تيارات، ومن يثير الفتن هذا أبعد ما يكون عن منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعن الولاية. كل مراجعنا عظام وكل مراجعنا أعلام وكلهم أنوار وكلهم على العين والرأس، ونفتخر بهذه التعددية في المرجعية وفي المحافظة على باب الاجتهاد مفتوحا. انغلقوا على هذه الحالة، لا تسمحون إلى أحد، لأن هناك من المناطق حرقت بسبب هذه الفتن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.